السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحة وسامعين بجهاز ام 4 برو. مو بندقية، لا هو الام 4 هذا وقع بدينا اليوم، وراح نفسخ لكم يا تفسيخ كامل، تفسيخ بالاستخدام. هذا الجهاز واحد من الاجهزة المتوسطة اللي قدمتها شركة بوكو، واني الاشياء اللي ما حبيتها بيه راح اذكر لكم اياها بنهاية الفيديو، خاصة السعر. هذا الجهاز يمتلك شاشة مقاس 6.6 فول اتش دي بلس من نوع اي بي اس ال سي دي، وتدعم 90 هرتز، والشاشة جدا ممتازة، الالوان اللي بيها حلوة، ما راح تلاقي بيها مشاكل حتى لو كان عندك اضاءة عالية، حتى لو كانت استخدمتها برا البيت بجو اشعة الشمس. نعم تضطر الى انه تعلي اضاءة الشاشة، لكن من النتيجة ما راح تلاقي مشاكل باضاءة الشاشة. نعم الشاشة حلوة مع الثقب الموجود الكاميرا الامامية على الشاشة، ما راح تواجه اي مشاكل بالنسبة للشاشة، شاشتها حلوة، حتى الالوان، دقة الالوان الموجودة بها كلش حلوة. لكن اكو حواف بالنسبة لجوانب الجهاز واسفل الجهاز، وهذا شيء جدا عادية بالنسبة للأجهزة المتوسطة. نعم هذا الجهاز يمتلك الغوريلا جلاس 3 طبقة حماية. تقريبا مواصفات هذا الجهاز تشبه مواصفات النوت 11 تي من شركة ريدمي، تقدر تقول نسخ ولصق بس الاسم متغير. لكن هذا الجهاز يجينا بمعالج من الميديا تيك، هو الدايمنسيتي 810. هذا المعالج ينطيك اداء حلو وسلس وسريع بالنسبة لاستخدام المتوسط. نعم ما واجهت اي مشاكل، وحتى الواجهة الموجودة من شركة شاومي 12.5 انا اشوفها اداءها جدا سريع، حتى الايقونات جدا حلوة، الحركة مالتها ما لقيت بها اي مشاكل. انت اول ما يجيك الجهاز حول الى 90 هرتز تخليه على 60، لان اذا خليته على 60 نعم ممكن تلاحظ اكو بطء او قلة استجابة بالنسبة للمس الشاشة، لكن اذا خليته الى 90 راح يكون الاستجابة جدا سريعة، وراح تختلف عندك جذريا. اما انه يصير صرف شحن بالنسبة للطاقة البطارية، لكن بالنتيجة هذا الجهاز لازم تخليه 90 هرتز على مود تستمتع بهاي الميزة اللي مخلي لك اياها. هذا الجهاز يمتلك ذاكرة هي 128 مع رام 6 جيجا، ممكن اكو 256 8 جيجا ما شفتها، لكن هذا الجهاز اللي عندي هو رام 6 جيجا مع 128. اداء بلعبة ببجي يوصل لك ال 40 او 35 فريم، ما ينطيك 60 فريم، لكن اداء حلو وسريع، وشاشة ينطيك شاشة كاملة. وحتى صرف الشحن، هو هذا الجهاز يمتلك بطارية 5000 ملي امبير، وتدعم الشحن السريع 33 واط. انا اشوف البطارية ما تصرف شحن كثير، مع ما انه حولتها على 90 هرتز تقريبا انطيتني فوق الخمس ساعات ونص استخدام مكثف، لكن بالنتيجة هاي الاجهزة المتوسطة تقريبا هاي اكثر الفترة الزمنية اللي تعطيك بالشحن. بالنسبة للكاميرات، هذا الجهاز يجينا طيبة كاميرات اللي راح تاخذ لك الجهة العليا من الظهر. هاي الجهة العليا هي عبارة عن عدستين، لكن التشطيب الكاميرات يعطيك إيحابة انه هذا الجهاز ابو الكاميرات. ليش؟ الكاميرا العدسة الاساسية 50 ميجا بكسل ماخذة طابع من ظهر الجهاز، مخليه حجم كلش كبير وبارز. نعم هي التشطيبة نفس النوت 11 نوت 10 موجودة بين شركة شاومي، لكن انا اشوف تشطيبة كاميرات يعطيك ايحاء حلو، حتى شعار بوكو او كتابة كلمة بوكو على الجهاز بظهر الجهاز، هاي الالوان تعطيك شيء حلو بالنسبه للجهاز. اما العدسه الثانيه راح تكون 8 ميجا بكسل، والكاميرات اللي جربتها بالنسبه للجهاز انطتني صور وفيديو حلو. الفيديو ما راح تعطيك 4K، تعطيك فول اتش دي، لكن من تدقق بالتفاصيل ممكن اذا تعدل على الفيديو راح يخرب هواي عندك اشياء. من تدقق بكل تفاصيل الفيديو الموجوده اللي صوره بالجهاز ممكن اكو اشياء تنجح بها، وممكن اشياء ما تنجح بها، لان بعض الغواشي راح تصير عندك، ويا ويلك بالصور من تاخذ صور بجهاز. نعم الصور حلوه بالاشياء العاديه، اذا قربت، اذا بعدت، اذا تلعبت بالالوان، خذت البوتري بالنسبه للجهاز. مرات عندك الالوان تجي حلوه، العزل يكون عندك حلو، مرات العزل لا ما يسامح او ما يسمح لك انه تستخدم الصوره. ليش؟ لانه بعض المكانات العزل يكون كثيف بحيث يخرب لك المكان، وبعض المكانات خفيف كأنما ما ماكو عزل، يعني نوعا ما العزل ما تقنته 100%، لان احنا دائما نعرف انكو مشاكل بالسوفت وير بالنسبه لشركه شاومي. لكن بالكاميرات مرات تزبط عندك، يعني اذا كنت انت تختار الموضع للصوره او تختار موضع للشيء اللي راح تصوره بالزاويه الصحيحه بالاضاءه الصحيحه راح تنطيك صور او نتائج حلوه بالنسبه للجهاز. اما اذا لا ما راح تعطيك الصور اللي تحتاجها، خاصة بالوضع الليلي. الوضع الليلي زين يساعدك، لكن بالنتيجة هو ينطيك تقريبا 6 أو 7 من 10 بالنسبة للكاميرات. أنا أجهزة شاومي أكثريتها وأجهزة ريدمي أكثريتها ما أقدر أعتمد على كاميراتها 100%، لكن إذا كان استخدامي متوسط أو استخدامي عادي نعم تعطيك أداء حلو. هذا الجهاز بسرعة وسلاسة النظام ما شفت مشاكل،
يعني سريع وسلس بعد استخدام متوسط. ممكن اذا ثقل على الجهاز نعم راح يثقل عندك الجهاز، راح يعلق عندك الجهاز، لكن بالنتيجه بشكل عام راح يعطيك اداء جيد. هذا الجهاز يمتلك كاميرا اماميه 16 ميجا بكسل، وكاميرا اماميه اذا دققت بها او اخذت بها صوره خاصه التجميل راح تحف لك هاي اللحيه كلها توخرها، ولا عندك شوارب طق 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 لك ياهن. وشنو عندك بعد؟ شنو تجاعيد؟ شنو سوي لك عملية تجميل خاصة أفضل من عملية تجميل موجودة بأوروبا؟ بالنتيجة لا، كاميراتها حلوة تعطيك صور حلوة، لكن مو دائما صورة تعتمد عليها، يعني يمشي أمورك إذا كان استخدامك متوسط. نعم هذا الجهاز. احنا بالنسبة للعيوب، أنا عوف العيوب كلها، عوف الشغل كله. هذا الجهاز شاشته حلوة، أداءه حلو، وشغلاته أكثريتها عجبتني ألوان تشطيبة مصنعيته، مع ما أنه من البلاستيك لكن تشطيبة الألوان حلوة، المصنعية نوعا ما جيدة. لكن أنا أجي لشركة شاومي. شركة شاومي أنتم نفسكم تنافسون نفسكم، شون يصير؟ شون يصير؟ ما أتقبلها. هذا الجهاز حاليا معروض ب $225. حقيقة أنا هذا الجهاز أول ما أرد أشتري جهاز، أنا ما أرد أحتاج المستخدم، تريد تشتري جهاز تباوع المن تباوع للسعر، أول شيء يباوع له السعر، تجي بعدين الذاكرة المواصفات، دقق بالمواصفات يستاهل سعره ما يستاهل سعره. أنا من أجي أدقق بشاومي وأشوف هذا الجهاز $225 وأباوع بنفس شركة شاومي الكي الأكس 3 برو، قل لي بمشاكل؟ من قال لك ما بمشاكل؟ منو يا وهذا يخلى من المشاكل؟ ما يخلى من المشاكل، هواي أجهزة ما تخلى من المشاكل يا حبيبي. فالمشاكل أغلب الأجهزة ما تخلى من المشاكل، أجهزة الفلاكشيب فوق المليون وفوق المليون ونص ما تخلى من المشاكل. هذا الآيفون 13 برو ماكس ذاك اليوم ما أدري صار بي، صار شحن مدري ما ياخذ 90 هرتز، 100,000 شغله تطلع لك بالاجهزه. الشركات مو كامله، ما تعطيك جهاز كامل، لازم تطلع لك بيه مشكله او تطلع لك ببعض العيوب عادي هاي. لكن انا من القي عندكم نفس الشركه جهاز ب $221 مثل البوكو اكس 3 برو، واجي لهذا القي البوكو ام 3 برو المعالج اللي اقل من معالجه ال 660 القي ب $225. انت بالك يا واختار، بطارية اقوى، معالج اقوى، اداء افضل، نعم اي بي اس ال سي دي، اثنين شاشات اي بي اس ال سي دي، انت بربك ياها تختاره. يعني ما اعرف، يعني ما اعرف الشركة شلون جاي تخطط. شركة شاومي حلو اداها، حلو وضعيتها، حلو الاشياء اللي تنطيها، بس ما اعرف مرات تنزل اجهزة ما ادري، يعني ما ادري. نتيجة هذا اللي يحب الحداثة، يحب الالوان، يحب التشطيبات، يحب شركة ريدمي، يحب شركة هاي، ياخذ هذا الجهاز. اما اذا تفكر صحيح ما اتوقع راح تاخذ الجهاز. ليش؟ يعني بوكو اكس 3 برو بسعر $221 128 6 جيجا، والله ظلك بهواي يعني. انا اشوف هيك بعد انت بكيفك. نادي الفيديو، لا تنسى الاعجاب واشتراك بالقناة، هذا اكثر شيء اني بالنسبه للجهاز خلاني اخلي شلون تقول ردة فعل بالنسبه للجهاز. سعره مع المواصفات اكو افضل من عنده، فليش اشتري هذا الجهاز واخسر فلوس وهو اكو افضل من عنده، ارخص من عنده او نفس السعر؟ نهاية الفيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة. وياكم مرتضى الجليحاوي، وفي امان الله.